بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أرحب بكم من جديد إلى برنامج قصص الأنبياء، واليوم نتناول قصة جديدة من أنبياء الله الصالحين، إنه قصة نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام. فمن هو عيسى ابن مريم عليه السلام؟ إن عيسى ابن مريم هو رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء. قال عنه الله عز وجل بأن مثله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وعيسى ابن مريم هو الذي بشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتاه الله البينات وأيده بروح القدس، وكان وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، كلم الناس في المهد وكهلا، وكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طائرا بإذن الله، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك كان بأمر الله. كان السيد المسيح عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله الواحد الأحد، لكنهم أبوا واستكبروا وعارضوه، ولم يؤمن به سوى بسطاء قومه. رفعه الله تعالى إلى السماء، وسيهبط حينما يشاء الله تعالى إلى الأرض ليكون شهيدا على الناس، كما أخبر الصادق المصدوق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وللحديث عن عيسى ابن مريم عليه السلام لا بد من الحديث عن أسرته التي تربى في كنفها، فقد كان عمران جد عيسى لأمه، وآل عمران هم أسرة كريمة. كان عمران صاحب صلاة بني إسرائيل في زمانه، وكانت زوجته امرأة عمران امرأة صالحة كذلك، كانت عاقرا لا تلد، فدعت الله عز وجل أن يرزقها ولدا، ونذرت أن تجعله مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فاستجاب الله تعالى دعاءها. ولكن شاءت القدرة الإلهية بأن تلد زوجة عمران أنثى وهي مريم، بدل أن تلد ذكرا، وجعل الله عز وجل كفالتها ورعايتها إلى زكريا عليه السلام لتقتبس منه علما نافعا وعملا صالحا. كانت مريم عليها السلام مثالا للعبادة والتقوى، وأسبغ الله تعالى عليها من فضله ونعمه. كان زكريا عليه السلام كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فيسألها يا مريم من أين لك هذا؟ فتجيب هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كل هذه الكرامات إنما كانت تمهيدا للمعجزة العظمى، حيث ولد عيسى عليه السلام من هذه المرأة الطاهرة النقية دون أن يكون له أب
كسائر الخلق. واستمع إلى بداية القصة كما أوردها القرآن الكريم. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بهذه الكلمات فهمت مريم أن الله تعالى يختارها، وبطهرها سيجعلها الله عز وجل رأس نساء الوجود وخير نساء الدنيا. وعادت الملائكة تتحدث: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كان الأمر الصادر بعد بشارتي التي جاءت من عند الله أن تزيد من خشوعها وسجودها وركوعها لله تعالى. لقد امتلأ قلب مريم بإحساس مفاجئ بأن شيئا عظيما يوشك أن يقع. ويروي الله عز وجل في القرآن الكريم قصة ولادة عيسى عليه السلام فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كانت مريم العذراء في محرابها في المعبد تصلي لله تعالى وتتهجد بخشوع وسكينة واطمئنان. وفي جوف الليل جاءها جبريل عليه السلام وهي تتعبد في المحراب. جاءها على صورة بشر في غاية الجمال، فخافت مريم وقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أرادت أن تحتمي في الله وسألته هل هو يعرف الله تعالى ويتقيه، فجاء جوابه ليطمئنها بأنه يخاف الله تعالى ويتقيه. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. اطمأنت مريم للغريب، لكن سرعان ما تذكرت ما قاله: لأهب لك غلاما زكيا. استغربت مريم العذراء من ذلك، هي لا زالت بكرا ولم يمسسها بشر من قبل ولم تتزوج ولم يخطبها أحد، فكيف تنجب بغير زواج؟ فقالت لرسول ربها: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال الروح الأمين: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. تعجبت مريم، لكن الحقيقة أن كل شيء ينفذ بأمر الله تعالى، فأي غرابة في أن تلد امرأة من غير أن يمسسها رجل؟ ألم يخلق الله تعالى آدم من غير أب أو أم؟ ولم يكن هناك ذكر أو أنثى قبل خلق آدم؟ ألم يخلق الله عز وجل حواء من آدم؟ والعادة أن يخلق الإنسان من ذكر وأنثى؟ إنها معجزات عند الله تعالى، فالمعجزة تقع عندما يريد الله سبحانه أن تقع، وقد شاء بقدرته أن تقع في السيدة مريم عليها السلام. فعاد جبريل عليه السلام يتحدث: يا مريم
إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. لقد ازدادت دهشة مريم قبل أن تحمل ابنها في بطنها، إنها تعرف اسمه منذ البدء، اسمه المسيح عيسى بن مريم، وتعرف أنه سيكون وجيها عند الله تعالى وعند الناس في الدنيا وفي الآخرة، وأنه سوف يكون من المقربين، وتعلم أيضا بأنه سوف يكلم الناس وهو طفل صغير كما سوف يكلمهم وهو رجل كبير. وقبل أن يتحرك فم مريم عليها السلام بسؤال آخر، نفخ جبريل عليه السلام في جيب مريم، والجيب هو شق الثوب الذي يكون في الصدر، فحملت فورا، حملت بالسيد المسيح عليه السلام. ومرت الأيام، كان حملها يختلف عن حمل النساء، لم تمرض ولم تشعر بثقل، ولا أحست أن شيئا زاد عليها، ولا ارتفع بطنها كعادة النساء، ولا أصابها الوحم، بل كان حملها بالسيد المسيح عليه السلام نعمة طيبة. ويذكر بعض أهل العلم بأن الفاء تفيد التعقيب السريع، بمعنى أن مريم عليه السلام لم تحمل بعيسى 9 أشهر، وإنما ولدته مباشرة كمعجزة من الله تعالى. بدأت أمنا مريم تشعر بالمخاض، فخرجت ذات يوم إلى مكان بعيد، لكنها لا تعرف حقيقة هذا الشيء الذي سوف يقع، وهي تشعر به في أحشائها. قادتها قدماها إلى مكان يمتلئ بالشجر والنخل، مكان لا يقصده أحد لبعده، مكان لا يعرفه غيرها. لم يكن الناس يعرفون أن مريم حامل وأنها سوف تلد، وكان المحراب في المعبد مغلقا عليها، والناس يعتقدون أنها تتعبد في المحراب فلا يقترب منها أحد. جلست مريم تستريح تحت جذع نخلة، لم تكن نخلة كاملة وإنما جذع فقط، لتظهر معجزات الله تعالى لمريم عند ولادة عيسى فيطمئن قلبها. وراحت تفكر في نفسها، كانت تشعر بألم، وراح الألم يتزايد ويجيء في مراحل متقاربة، وبدأت مريم تلد. قال الله عز وجل: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. حينما شعرت أمنا مريم بالمخاض عند جذع النخلة، بدأت تشعر بالألم، فطلبت من الله تعالى أنها لو كانت ميتة أو أصبحت منسية في قومها. إن ألم الميلاد يحمل لنفسي العذراء الطاهرة آلاما أخرى
تتوقعها ولم تقع بعد. كيف سيستقبل الناس طفلها هذا؟ ماذا يقولون عنها؟ إنهم يعرفون أنها عذراء. وكيف تلد العذراء؟ هل يصدق الناس أنها ولدت عيسى من غير أن يمسسها بشر؟ وتصورت مريم نظرات الشك والريب في عيون الناس، وتصورت كلمات الفضول وتعليقات الناس، فامتلأ قلبها بالحزن والخوف. لقد سيطر الخوف والهم والغم قلب مريم عليها السلام، ولم تكد تنتهي من تمنيها الموت والنسيان، حتى ناداها الطفل عيسى ابن مريم من تحتها. قال تعالى: فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نظرت مريم إلى المسيح، سمعته يطلب منها أن تكف عن حزنها، ويطلب منها أن تهز جذع النخلة لتساقط عليها بعض ثمارها الشهية، فلتأكل ولتشرب ولتهنأ ولتمتلئ بالسلام والفرح ولا تفكر في شيء، فإذا رأت من البشر أحدا فلتقل لهم أنها نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم إنسيا، ولتدع له الباقي، فالله تعالى كفيل بالباقي. لم تكن مريم تلمس جذعها حتى تساقط عليها رطبا شهيا، فأكلت وشربت وشبعت، ثم لفت الطفل الصغير في ملابسها. كان تفكير مريم العذراء كله يدور حول مركز واحد هو عيسى ابن مريم، وهي تتساءل بينها وبين نفسها: كيف سيستقبله قومها من اليهود؟ ماذا يقولون فيه؟ هل يصدق أحد من كهنة اليهود الذين يعيشون على الغش والخديعة والسرقة؟ هل يصدق أحدهم وهو بعيد عن الله أن الله تعالى هو الذي رزقها هذا الطفل؟ إن موعد خلوتها سينتهي، ولا بد أن تعود إلى قومها، فماذا سوف يقول لها الناس؟ كان الوقت عصرا حين عادت مريم عليها السلام إلى قومها، وكان السوق الكبير الذي يقع في طريقها إلى المسجد يمتلئ بالناس الذين فرغوا من البيع والشراء وجلسوا يثرثرون فيما بينهم. لم تكد مريم تتوسط السوق حتى لاحظ الناس أنها تحمل طفلا وتضمه إلى صدرها وتمشي به في جلال وبطء، فتساءل أحد الفضوليين: أليست تلكم هي مريم العذراء؟ طفل من هذا الذي تحمله على صدرها؟ وبدأ الناس يقتربون من حولها ويتساءلون عن حقيقة هذا الطفل. فجاء كهنة اليهود وسألوها: يا مريم، ابن من هذا؟ لكن مريم عليها السلام تطأطئ رأسها وتشعر بالخجل ولا تريد أن ترد، فيقولون لها: يا مريم تكلمي، لماذا لا تريدين أن تردي عنا؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء
وما كانت أمك بغية. هكذا خاطبها كبير كهنة اليهود: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الكلمة ترمي مريم بالبغاء هكذا مباشرة دون استماع أو تحقيق أو تثبت، ترميها بالبغاء وتعيرها بأنها من بيت طيب ولم تكن أمها بغيا، فكيف صارت هي كذلك؟ راحت الاتهامات تسقط عليها ويشع من وجهها نور يفيض بالثقة. فلما زادت الأسئلة وضاق الحال اشتد توكلها على الله تعالى وأشارت إليه. أشارت بيدها لعيسى بن مريم واندهش الناس، فهموا أنها صائمة عن الكلام وترجو منهم أن يسألوه هو كيف جاء. تساءل الكهنة ورؤساء اليهود كيف يوجهون السؤال لطفل ولد منذ أيام، وهل يتكلم طفل في لفافته وهو لا زال في طور الرضاع؟ قالوا لمريم: يا مريم، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هنالك قام عيسى بن مريم فتحدث إليهم بكلام فيه معاني النبوة وفيه معاني الإعجاز. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لم يكد عيسى بن مريم ينتهي من كلامه حتى كانت وجوه الكهنة والأحبار ممتقعة وشاحبة، كانوا يشهدون معجزة تقع أمامهم مباشرة. هذا طفل يتكلم في مهده، طفل جاء بغير أب، طفل يقول أن الله تعالى قد أتاه الكتاب وجعله نبيا. هذا يعني أن سلطتهم في طريقها إلى الانهيار، سيصبح كل واحد فيهم بلا قيمة عندما يكبر هذا الطفل، لن يستطيع أن يبيع الغفران للناس. فقد شعر الكهنة بالمأساة الشخصية التي جاءتهم بميلاد هذا الطفل، فاتهموا مريم العذراء ببهتان عظيم، اتهموها بالبغاء رغم أنهم عاينوا بأنفسهم معجزة كلام ابنها في المهد. وهكذا بدأت إداية كهنة اليهود لمريم ولابنها الرضيع. وتخبرنا بعض الروايات أن مريم عليها السلام لما شعرت بأداهم هاجرت بعيسى إلى مصر، بينما تخبرنا روايات أخرى بأنها هاجرت من بيت لحم إلى بيت المقدس. كنتم مستمعي الأفاضل مع الجزء الأول من قصة نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتمم الحديث عن الجزء الثاني من حياة عيسى ابن مريم، نتحدث عن معجزاته الكبرى التي أيده الله بها، ونتحدث عن علاقته بالحواريين الذين كانوا يصحبونه، ونتحدث عن دعوته
إلى الخالق سبحانه، وكيف كاد له الكائدون حتى رفعه الله إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أرحب بكم من جديد إلى برنامج قصص الأنبياء، واليوم نتناول الجزء الثاني من قصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. تحدثنا في الحلقة الماضية كيف ولد عيسى بن مريم عليه السلام بمعجزة ربانية من غير أن يمس أمه البتول بشر، وكيف جاءت به مريم إلى قومها واتهموها بالفساد، فأشارت إلى عيسى بن مريم فتكلم بقدرة الله وأخبرهم بأنه نبي وأنه مبارك وأنه أوصاه بالصلاة والزكاة وأنه بار بوالدته وأنه متسامح وليس جبارا ولا شقيا، وبأن السلام يحيط به في ولادته وفي موته ويوم بعثه. لكن الكهنة من بني إسرائيل لم يرقهم هذا الأمر، إنهم يرون طفلا أصبح نبيا قبل أن يكبر، ولهذا حاولوا القضاء عليه، لكن أمه خافت عليه فأخذته وهاجرت به بعيدا إلى بيت المقدس. ومرت الأيام والشهور والسنوات، وكبر عيسى بن مريم، ونزل عليه الوحي من الله تعالى، أعطاه الله تعالى الإنجيل، وكان عمره أنذاك حوالي 30 سنة، وأظهر الله تعالى على يديه المعجزات. يقول الله عز وجل في كتابه عن معجزات عيسى بن مريم عليه السلام بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هكذا يتحدث الله تعالى في القرآن الكريم عن رسالة نبيه عيسى بن مريم: لقد أصبح رسولا لبني إسرائيل، لبني إسرائيل فقط وليس لعامة الناس، وكانت معجزاته متعددة، فقد علمه الله تعالى التوراة، وجعله يصنع من الطين شكل الطير فينفخ فيه فيصبح طائرا حيا يطير أمام أعين الناس، وأعطاه الله تعالى القدرة
على معالجة الأكمة، وهو من ولد أعمى، فيمسح على عينيه أمامهم فيبصر بإذن الله. وجعله الله تعالى يعالج الأبرص، وهو المرض الذي يصيب الجلد فيجعل لونه أبيضا، فيمسح على جسمه فيعود سليما. وجعله الله تعالى أعطاه القدرة على أنه يخبرهم بما يخبئونه في بيوتهم وما أعدت لهم زوجاتهم من طعام، بل أكثر من ذلك، فقد كان عيسى بن مريم عليه السلام يحيي الموتى. فقد جاء عند قبيلة وجدوا ميتا قد مات منذ فترة، والناس حوله يبكون ويندبون، فقام عيسى عليه السلام أمام ذلك الميت وقال له: بسم الله وبالله وفي الله، قم بأمر الله. فقام ذلك الميت بعد أن كان جثة هامدة باردة، بدأت تذبه فيه الحياة وتحرك، وقام كما يقوم الموتى يوم البعث والنشور، فكانت معجزة عظيمة جعلت الحواريين يؤمنون بدعوته ويصدقونه ويخلصون له. لقد جاء عيسى بن مريم لبني إسرائيل، جاء لكي يخفف عنهم بعض الأمور التي حرمتها التوراة، فالتوراة كانت قد فرضت على بني إسرائيل مجموعة من التكاليف عقابا لهم على سلوكهم، ولهذا جاءت نبوة عيسى بن مريم تخفيفا على هؤلاء القوم. إلا أن بني إسرائيل لم يصدقوه، بل عارضوه وكفروا بدعوته. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. على الرغم من كفر بني إسرائيل، إلا أن عيسى بن مريم فاز بمجموعة من الحواريين الذين صدقوه وآمنوا به حينما رأوا المعجزات بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينفخ في الطير فيطير بأمر الله. لقد صدقوه وعاهدوه بأنهم سوف يكونون معه على الطريق وعلى العهد دوما وأبدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. لقد آمنت طائفة من بني إسرائيل لما سمعوا هذا الوحي المنزل من عيسى، فأصبحوا أنصارا لله، ومن ثم سموا بالنصارى لأنهم نصروا دين الله، بينما طائفة أخرى من بني إسرائيل كفرت بالسيد المسيح وواجهته بالعداء، فأصبحوا ظاهرين على هذا العداء حقدا وبغضا من كون الله عز وجل فضل هذا النبي بالنبوة وأعطاه الرسالة. لقد آمن مع السيد المسيح مجموعة من الحواريين،
قيل بأن عددهم كان حوالي 12 رجلا، هم مثل الصحابة، كانوا معه يرتحلون أينما حل وارتحل. ولكن مع ذلك فإن هؤلاء الحواريين ما يزال التردد موجودا في نفوسهم، ولهذا كانوا يطلبون منه بعض المعجزات التي تؤيد دعوته. قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. استجاب الله تعالى لدعوتهم، لكنه حذرهم من الكفر بعد هذه الآية التي جاءت تلبية لطلبهم. فنزلت المائدة وأكل الحواريون منها، وظلوا على إيمانهم وتصديقهم لعيسى عليه السلام، إلا رجل واحد كفر بعد رفع عيسى عليه السلام، إنه يهوذا الأسخريوطي. لما بدأ الناس يتحدثون عن معجزات عيسى عليه السلام، خاف رهبان اليهود أن يتبع الناس الدين الجديد فيضيع سلطانهم، فذهبوا لملك تلك المناطق وكان تابعا للروم، وقالوا له: أيها الملك، إن عيسى ابن مريم يزعم أنه هو ملك اليهود وسوف يأخذ الملك منك. فخاف الملك وأمر جنوده بالبحث عن عيسى ابن مريم ليقتله. فلما بلغ عيسى ابن مريم أنهم يريدون قتله، خرج على أصحابه وذهب بعيدا، كان يسيح في الأرض ينتقل من مكان إلى مكان، حتى سمي بالسيد المسيح، لأنه كان يريد نشر الدعوة المسيحية في كل الربوع التي فيها بنو إسرائيل. لكن عيسى ابن مريم أصبح يجد مضايقات من طرف جنود ذلك الملك الذي هم بقتله، فخرج عيسى على أصحابه الحواريين وسألهم: من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبهي فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة؟ فقام شاب فقال: أنا مستعد بأن يلقي الله تعالى شبهك علي فأصلب ثم أكون معك في الجنة. لكن عيسى ابن مريم حن عليه لأنه لا يزال شابا. ثم قام عيسى ابن مريم وسأل قومه مرة ثانية: من منكم مستعد أن يلقي الله عليه شبها مني فيصلب بدلا مني ويكون معي في الجنة؟ فلم يقم أحد، فقام نفس الشاب وقال: أنا مستعد لذلك. آنذاك نزل عليه شبه عيسى ابن مريم، ورفع الله تعالى عيسى أمام أعين الحواريين إلى السماء، وجاء اليهود وأخذوا الشبه وقتلوه ثم صلبوه، وظل النصارى على التوحيد أكثر من 200 سنة. قال الله تعالى عن رفعه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه
ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. لا يزال عيسى بن مريم حيا يرزق في السماء، ويدل على ذلك أحاديث نبوية صحيحة كثيرة، من بينها ما جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، وأنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، صبط كأن رأسه يقطر، وإن لم يصبه بلل، بين ممصرتين، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل، حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب، وتقع الأمانة في الأرض، الأمان الأمان، حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا، والنمور مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يتوفى، فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يعيش ما شاء الله أن يعيش، وفي بعض الروايات 40 سنة ثم يتوفى؟ لأنه لا بد أن يذوق كل إنسان الموت، فعيسى لم يمت، وإنما رفع إلى السماء، لذلك سوف يبعث من جديد في هذه الدنيا، ويعيش ما شاء الله أن يعيش، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويعمل بالقرآن ويحيي شعائر الإسلام، ثم يموت فيغسله المسلمون ويدفنونه ويصلون عليه، وذلك في آخر الزمان. لقد جاء عيسى بن مريم بالتوحيد الخالص، وعلم الحواريين من أصحابه بأن الله تعالى واحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وصار من بعده الحواريون أتباعه في الديانة والعبادة، متى ولوقا ويوحنا ومرقس وبرنبا كلهم تبعوه، متى ماتيوس ومرقس موركيس وبرنبا وغيرهم من هؤلاء الأتباع الذين لا زالت أناجيلهم إلى يومنا هذا. وقد كان النصارى يعيشون على التوحيد أكثر من 200 سنة، ثم جاءهم ملك جبار طاغية وكان على غير دين التوحيد، فأمر بتعذيب كل أتباع السيد المسيح. كان هذا الرجل يصنع أعمدة في الشوارع ويضع الأحبار والحواريين، وكان يطليهم بالقطران ثم يوقد فيهم النار ويستمتع بمشهد حرقهم وتعذيبهم. ففر الحواريون من بيت المقدس من فلسطين، وانتشروا نحو كل البلاد القريبة خوفا ورهبا من بطش هذا الملك الذي كان يدعى نيرون. لقد جعل نير هذا الملك الجبار أتباع السيد المسيح يفرون في كل مكان، يسيحون في الأرض، وكل منهم ذهب إلى منطقة، وكل منهم روى رواية السيد المسيح برواية،
فكانت الأناجيل الأربعة: إنجيل متى وإنجيل يوحنا وإنجيل مرقس وإنجيل برنبا، حتى قيد الله عز وجل من سوف يهدي الناس إلى الطريق المستقيم. ومرت السنوات، وجاء أحد ملوك الروم الذي اسمه قسطنطين، آمن بالدين المسيحي، ولكنه أدخل إليه الشركيات التي كانت سائدة في دولة روما العظمى، فاضطر المسيحيون أن يتحدثوا عن الأقانيم الثلاث، عن الله والابن وروح القدس، وضاعت عقيدة التوحيد فيما بينهم، وادعوا بأن المسيح هو ابن الله كما ادعى اليهود أن العزير هو ابن الله. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. وفي القرآن الكريم يخبرنا المولى سبحانه وتعالى بحوار لم يقع بعد، وهو واقع لا محالة، حوار مع نبي الله عيسى عليه السلام يوم القيامة. يقول الله له بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كنتم مستمعي الأفاضل مع الجزء الثاني من قصة نبي الله عيسى بن مريم الذي خلقه الله عز وجل بمعجزة عظيمة وغريبة، واعتقد اليهود بأنهم قد قتلوه، ولكن الله عز وجل يؤكد بأنهم ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وقد بشر عيسى بن مريم قبل موته بالنبي المنتظر، النبي الخاتم، الذي قال فيه: وأبشركم برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد، إنه أحمد ومحمد الخاتم والحاشر والماحي، إنه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، الذي اختاره الله تعالى خاتمة الرسل، بشر به عيسى بن مريم، وهو دعوة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي قال فيه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا مستمعي الأفاضل، فسوف نتناول في الحلقة القادمة بإذن الله قصة نبي الله الخاتم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.